ليلة القدر في المسجد الأقصى كانت موعد الفلسطينيين لأداء صلاة التراويح والتضرع الروحي، ولكن عقب انتهائهم من صلاة الفجر ضرب لهم جنود الاحتلال الإسرائيلي موعدا من نوع آخر، اعتداءات بالرصاص المطاطي تجددت على الفلسطينيين في بابي العمود والأسباط، ودوي القنابل الصوتية هز المدينة القديمة. بدهم شيئا نصلي، بدنا شيئا، كل يوم بيصير كوشه، كل يوم بيصير خبط، كل يوم بيصير مشاكل، لهم اسبوع بدهم شيئا نخش جوا. طب ليش؟ امبارح ما خششناش جوا، ليش؟ ليش بيسووا فينا؟ غصب عنا بدنا ننجن، غصب عنا نولع. الهلال الأحمر الفلسطيني وثق عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين في القدس المحتلة، إصابات لم تثني عزيمة المحتجين الفلسطينيين رفضا لقيود التنقل التي فرضتها سلطات الاحتلال، واحتجاجا على منعهم من الصلاة في الأقصى. فاندلعت المواجهات مجددا في الشوارع المؤدية إلى بوابات البلدة القديمة. في حي الشيخ جراح واصل الأهالي معركتهم ضد محاولات إسرائيل إخلاء منازلهم لصالح مستوطنين، وكانت حناجرهم والحجارة سلاحهم. ما حدث ويحدث في القدس المحتلة أثار موجة غضب في غزة. مئات المتظاهرين تحدوا سلطات الاحتلال على الشريط الحدودي للقطاع، وتضامنوا مع المرابطين في الأقصى بكل الوسائل الممكنة.